الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله غيره ولا رب سواه، له الجلال والجمال والكمال، له رب القول والانعام. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وتركنا على مهجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الاولين والاخرين. افضل وازكى ما صليت على احد من الرسل، واحنا اللهم على سنته وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. ثم اما بعد، احباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كنا قد تكلمنا في الجمعه الماضيه عن منحة إلهية ربانية يهبها الله لمن يشاء من عباده، عن معدن النفيس في عالم القيم والأخلاق والتصورات والفكر. تحدثنا وإياكم عن الحكمة، ولعلنا نوجز ما تحدثنا عنه ويتصل الحديث. فذكرنا أن الحكمة معناها الحب من الفساد، وهي أشبه بالبلاغة، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وأن لكل مقام مقام، وهي إزالة الأمور في موضعها الصحيح، في أليق مواضعها وأحسن أحوالها، ظرفا ومكانا وحالا ومقاما. هذه الحكمة ذكرت في القرآن على ضربين، قل أن جاءت منفردة يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وجاءت مقترنة بغيرها، مقترنة بالآيات، مقترنة بالكتاب، مقترنة بفصل الخطاب، ومقترنة بالحكمة بالموعظة الحسنة. ولكل اقتران دلالاته في السياق القرآني. هذه الحكمة أيها الأحباب التي هي مطابقة الكلام لمحتوى الحال، ومراعاة أيضا أحوال المخاطبين، مراعاة أفكارهم ومعتقداتهم وآرائهم، وربما التقاليد والأعراف أيضا تدخل حينما تريد أن تخاطب مجموعة من البشر. فينبغي أن تدرس أحوال المخاطبين، وذلك مستنبط من قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. اللسان أعم من اللغة، أن تخاطب العربي بعربيته، والصومالي بصوماليته، والكردي بكرديته، والسويدي بسويديته، هذه لغة جزء من اللسان. بين أن اللسان أعم، فاللسان الذي تخاطب به المثقف والمتعلم غير ذلك اللسان الذي تخاطب به الأمي، واللسان الذي تخاطب به أهل البادية غير اللسان الذي تخاطب به أهل الخبر والمدن، واللسان الذي تناقش به المؤمن فتستدله بالنصوص من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم غير اللسان الذي تخاطب به الملحد الذي لا يؤمن بالكتاب من القرآن، فيحتاج إلى خطاب ماذا؟ إلى خطاب عقلي
بكيف انك تنزل الناس منازلها وتخاطب كل قوم بما هم اهل له. لذلك تروي كتب الادب ان شاعرا مشهورا يسمى علي بن الجهم، وكان شاعرا مسبقا لكنه كان يعيش في الباديه مع الدواب والحيوانات عزه الله، فذهب الى الوالي في بغداد فطلب منه في حضره الوالي والامير ان يمدح الامير، لكن علي بن جهم كان مستوطنا للبيئه التي يعيش فيها، فوقف امام الامير وقال له انت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الفقوم. هو يحسب انه مدحه فاحسن مدحه، فقام الوزراء على الرجل يريدون ان يوسعوه ارضا ويفتحوه ارضا، فقال له لقد اسدت وما مدحت. فقال له الامير دعوه فانما هو بريئتي. هذه الفكره عند الامير اتركوه، والرجل جاء من هذه البيئه ولا يقصد غيره. قال اذهبوا به الى الرصاص، منطقة أجمل المناطق في بغداد. فعاش علي بن الجهم سنة كاملة بين بساتين الفيحاء والرياض البناء والمياه الجارية والوجوه الحسنة، ثم عاد بعد سنة ليخاطب الأمير فيقول له عيون الماء بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا. الحكمة أيها الأحباب لها تمثلات في واقع الناس في سلوكهم، ينبغي أن نستصفر الحكمة ونحن نتعامل مع الآخرين ونحن نعيش في بيئة أيضا متعددة الأعراق والثقافات كلها، نحن أحوج ما نكون إلى الحكمة واستصحابها في هذه البلاد. لو كنا في بلادنا وضعت في الماء المغني انا وانت. يقول
الله حرم الخمر، إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة. وإني يا بني أخشى أن أحمي الناس على الحق نصعة واحدة أو جملة واحدة فيدفعوه جملة واحدة ويكون من ذلك فتنة. يا بني ألا ترضى من أبيك أن يهدي كل يوم سنة ويموت بدعة؟ هذا هو الفكر المتوسط من الأحكام. وهذا خطاب إلى الدعاء إلى الله أن يترصد للناس وأن يسجد بهم سبل التدرج. لا يدخل التدرج في الأحكام، الأحكام خلاص انتهى أمرها، لكن أقول في دعوة إلى هذه الأحكام. الخمر حرم في القرآن على أربع مراحل. القتال شرع في ثلاث مراحل من جهة في سبيل الله. الصوم في مرحلتين، الصلاة في مرحلتين. كل أحكام أحكام الشريعة جاءت تحت هذا المبدأ، مبدأ التدرج في أخي الناس حتى يتقبلوا منك. المسألة الأخرى أيضا في تمثل مما يراقب هو تقدير الإسرائيليات، تقدير الأولويات، وأنت تدعو إلى الله وأنت تسير إلى الله وتريد البحث للناس معك في هذه المركب، مركب النجاة، لابد أيضا أن تراعي الإسرائيليات والأولويات وتضع الأهم فالمهم فالأقل أهمية. لا نخلق الأوراق، لا نستدعي معارف تاريخ تفصيلية قديمة عفوا الزمن تجعلها هي معقد الولاء والبراء، وننسى أن شبابنا يضيعون، تثبت بهم الخمور والمخدرات والإباحية. وكنا نتحدث عن مسائل فرعية يمكن أن نتحدث عنها في مجالس خاصة، لكن لدينا أولويات المهمة عليها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ إلى الجبل إلى اليمن قال له: يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، فاليوم أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولوية التوحيد، هذه النقطة التي ينبغي التركيز عليها. ثم قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. لكن التدرج لكن تبديل الصبيات فهم أجابوك فهم أجابوك فهم أجابوك. لا نقفز من مرحلة إلى مرحلة ذات كريمة ذات تشميع. وهذا مبدأ مهم يا أحباب، الترفق بالناس وأخذهم بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أفشل، خصوصا العصاة والمذنبون. إذا رأيت ابنك أقرب الناس لك على معصية ترفق به، إذا رأيت أخاك على غير جادة على ضلال ترفق به. وعلم الناس أن الله تبارك وتعالى وأن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس بالعصاة، وعلمهم أن الإنسان ليس خطأ أن يذنب بل كل ما يخطأ. ماذا الذي ما ساء قط؟ لكن الخطأ الاستمرار والتنامي، ولو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الوقوع في ذنب هذا شأن الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم تعرفون قصة هذا الشاب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة جمع من أصحابه ويقول له: يا رسول الله إذن لي في الزنا يا رب الله. يطلب رخصة وإذن في كبير من الكبائر.
ليس من الفور الزنا. يقول له ائذن لي في الزنا. قال الصحابه قوم الله الواحد ماذا تقول ايها الرجل؟ لكن الحكيم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم المدرسه في التبصر في الخدمه في التعاون في اخذ الناس بالرفق يقول دونكم دونكم ادركني تعال اقترب. ثم يضع يده الشريفه هذه اللمسه العاليه يضعها على صدر هذا الشاب فيقول له اترضاه لامك؟ هل ترضى هذا الفعل لامك؟ يقول الشاب لا والذي بعثك بالحق. قال له اترضاه لاختك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. اترضاه لجدك؟ والشاب يقول في كل مره لا والذي بعثك بالحق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فان الناس لا يرضونه لامهاتهم ولا لبناتهم ولا لاخواتهم. يقول الشاب فقمت وليس شرك ابغض الي من اسمه صلى الله عليه وسلم. حكمه يا اخوان حكمه نقرها وننبه بها ان نبتدئ نطبقها. النبي صلى الله عليه وسلم احتمل ان ياتي هذا الاعرابي من الباديه ياتي بناقته فيضعها في المسجد ثم ياتي فينجس اطهر وافضل البقاع. الصحابه لما راوا هذا المنظر من يتحمل ان يرى شخص يقول في المسجد قاموا عليه وحط لهم غدر على بيت الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا لا تزينوه يعني حتى لا تقرب عليه رؤيته خلوه يكمل لا تزينوا أليقوا عليه سجلا أو في رواية ذنوبا من النار. إنما هنا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين صلى الله عليه وسلم. الأعراب لما رأى هذه الحالة الصحابة هجموا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي حمى عنه رفع يديه الى السماء قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر لي لاحد بعدنا ابدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حجبت واصنع يا اخي العرب. ثم جاء هذه الحكمه الحانيه الشافيه قال له تعالى يا اخي العرب ان هذه الاماكن انما جعلت للصلاه ولذكر الله ولا يسلك فيها شرك من هذه القادرات وهذه النجاسات. ده درس مهم درس عملي كيف نرفق بالناس وكيف نعملهم على احسن المحامي كيف نحسن افضل الظن بالاخرين. يا اخوان سيره النبي صلى الله عليه وسلم ونصوص الشرع والقران السنه كلها تنبع بهذه الحكمه وهذا التبصر. لكن السؤال اين نحن من هذا؟ اين نحن من هذه الكنوز؟ كالبيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون لنا وياكم بها ولكم جميعا كل ما تسمعون ونسمعون. الحمد لله على احسانه شكرا له على توفيقه وامتنانه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. واعلموا ان عبد الله بن الله تبارك وتعالى بارك الامر بدا فيه لنفسه ثنى بملائكته قدسه ثنى بكم ايها المؤمنون من جنه وانسه. وقال سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وزوجاته امهات المؤمنين وعلى التابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هب لنا رحمه من لدنك تهدي بها قلوبنا وتؤخر بها صفقنا وتلم بها كلمتنا وتدحر بها شانئنا وتدفع بها النقم الظالمين وما بطر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته
ولديك إلى قريبك ولا حاجة من حوالج الدنيا هي لك رضا ولك فيها صلاح إلى أن تنال على قضائها ويسرتها برحمة منك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وعز المسلمين. اللهم صل وبارك على المستضعفين في كل مكان كلهم ناصرا ومؤيدا ومعينا وكل عدو خالد ومهينا. آمين اللهم آمين. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلى السلام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.